حزب الله هو منظمة مقاومة فخورة تعمل على مدار الساعة من أجل تحرير المواطنين اللبنانيين من السيطرة الإسرائيلية؟ لا، هذا غير ممكن لأن لإسرائيل لا يوجد جيش هناك. إذن من سيطرة الحكومة اللبنانية؟ لا، الأمر ليس دقيقاً، لأنه تم اختيار الحكومة اللبنانية بطريقة ديمقراطية وحزب الله هو جزء من هذه الحكومة. إذن أظن أنها تهدف إلى تحرير لبنان من احتلال الأمم المتحدة له. ليس مهماً، النقطة المهمة هي أن المقاتلين الشجعان لحزب الله يهتمون بالمواطنين اللبنانيين. إذن هم يفكرون باحتياجات المواطنين اللبنانيين أكثر من أي شيء آخر، بالضبط مثل جعل منازلهم عبارة عن مخازن أسلحة، مثل هذه الحالة وهذه الحالة، نعم وهذه الحالة، وبالطبع كل هذه الحالات. حسناً، يكفي نقاش السياسات الخارجية، هانا وقت تناول الشاي.